لقد شرعت الحكومة بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع اقتصادنا والتخلص من تبعية للنفط والغاز وتكثيف جهود من أجل مزيد التكامل مزيد من التكامل والتصنيع الوطنيين بهدف خلق الثروة والعمالة وضمان النمو في ظل الحفاظ على المنجزات الاجتماعية لاقتصادنا. وبالنسبة للجزائر فإن هذه الشراكة تعد خيارا استراتيجيا وأولوية، حيث اتخذت الحكومة الجزائرية العديد من الإجراءات المحفزة للنمو بتشجيع وترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال مراجعة قانون الاستثمار وتحديث النظام المالي والمصرفي عن طريق قانون النقد والقرض الذي تجري مراجعته إلى جانب تكييف قانون الصفقات العمومية لإضفاء مزيد من المرونة على الشروط التعاقدية، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية وآلية الحصول على العقارات الصناعية الموجهة للاستثمار، مما يزيد من جاذبية الجزائر ويسمح باستقطاب وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي هذا السياق حرصت الحكومة الجزائرية على التعجيل بوتيرة النشاط المصرفي والتأمين ورقمنة العمليات المختلفة وإنشاء الشباك الوحيد للاستثمار وتحسين عرض الأراضي والعقارات الصناعية، وحرصاً منها على صون موارد ميزانية الدولة في ظل تقلبات أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ تفشي فيروس كورونا. انتهجت السلطات العمومية الجزائرية أسلوباً وطريقة جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وذلك بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على القانون الذي ينظم ويؤطر هذا الشكل الجديد من التمويل. وأغتنم هذه الفرصة لنرحب بكم وندعوكم للانضمام إلى مختلف مشاريع الإصلاح والمشاركة بشكل فعال. إن الحوار المفتوح والصادق والمنظم حول قضايا الطاقة وكذا المسائل المناخية من شأنه أن يسهم بصفة فعالة في إحراز تقدم كبير بين الطرفين، وسيكون لهذا النهج القدرة على خلق الفرص والمضي قدماً لتطوير هذه الشراكة. ولتحقيق هذه الغاية يجب أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار أهداف وقدرات وموارد الأطراف المختلفة لجعل هذا التقارب وهذا التعاون ممكناً ومجدياً وشاملاً لجميع الجوانب المتعلقة بالطاقة، ولا يقتصر فقط على نشاط المحروقات. لذلك يجب أن تقترن هذه الجهود برغبة حقيقية في الشراكة المفيدة ومجدية للطرفين.